للمرشحين الحقيقه ان هم يقولوا برنامجهم الانتخابي او يتعرف عليهم اعضاء الجمعيه العموميه اكتر. معانا النهارده دكتور نجيب محفوظ ماهر ابادير، مرشح طبعا رقم 23 لعضويه مجلس الاداره، ماجستير اداره اعمال، نائب بقسم الانف والاذن والحنجره بمستشفيات جامعه القاهره بالقصر العيني، بكالوريوس طب وجراحه عامه، رئيس مجلس اداره شركه وعده شركات في مجال الصرافه والخرسانه، عضو بنوادي روتري والسيارات ورحلات ونادي اليخت المصري ولجنه التنس، عضو بالغرفه التجاريه والالمانيه والفرنسيه بالقاهره. ما شاء الله دكتور نجيب، يعني تاتش وود يعني الحقيقه. واضح ان حضرتك متشعب في مجالات كتيره. مرحبا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. بس اكتر حاجه لفتت نظري الحقيقه هو ماجستير في اداره الاعمال من الجامعه الامريكيه. الاداره هي اهم شيء، ويمكن هي دايما المشكله عندنا في كل الانديه. بعض المرشحين اللي زارونا هنا واللي كانوا موجودين معانا هنا في استوديو صباح الرياضه كانوا دايما بيتكلموا عن ان محتاجين اعاده هيكله لنادي الجزيرة، الهيكلة الإدارية بالتحديد. من خلال خبراتك، أكيد طبعا هي أكاديمية وعملية، هل نادي الجزيرة محتاج لده بالفعل، وده ممكن يكون من أهم نقاط برنامجك الانتخابي؟ هو مؤكد أن دي أول نقطة احنا بنتكلم عليها، ومعلش أنا بقول احنا إذا سمحت لي يا أستاذ وائل، لأن احنا داخلين الانتخابات كمجموعة بيرأسها المهندس إسلام الصنهوري، ومعنا اعضاء في القايمه معانا حضرتك مشكورين هتتفضلوا بمقابله المجموعه كلها. احنا داخلين بفكر تطوير الاداره كركن اساسي. احنا مشكله اي مؤسسه هي الاداره في المقام الاول، والنوادي ما هي الا مؤسسه كبيره فيها النهارده نادي الجزيره فيه فوق ال 80,000 عضو وعضوه واولاد عضو، والجزء الاداري هو الجزء الركن الاساسي في تطوير المنظومه لأي مؤسسة. نعم. نقول لا، إيه اللي حضرتك بتفكر تقدمه لأعضاء النادي؟ بخصوص النواحي الإدارية، أول حاجة إحنا عايزين نعيد تشكيل اللجان في النادي. اللجان دي عبارة عن لجان بتقوم على أساس تواجد استشاريين من أعضاء النادي فيها، واللجان دي ما بتكلفش النادي حاجة، إنما بتستفيد بخبرات أعضاء النادي. نادي الجزيرة زاخر بكثير من الأعضاء اللي لهم خبرات عظيمة في كل المجالات. دي أول نقطة عايزين نعملها، في كل المجالات، في كل رياضة، في المطاعم، في حتى الصحة. احنا معانا في القايمة أستاذ دكتور هشام طراف، وهو أستاذ في القصر العيني، ومن الناس اللي هي ماسكة النهاردة في القصر العيني قسم الطوارئ. عايزين نطور العيادة بتاعت النادي لاستقبال أي حالة فيها طوارئ. بالإضافة لكده احنا برضو عايزين نعمل اسم في النادي يبقى مسؤول عن تفادي حدوث الحوادث. احنا دايما بنبص بعد ما حصلت الحادثة ازاي نعالجها، لا احنا عايزين نعمل حاجة تسبق الحادثة وتتفادى وقوعها. يبقى في إدارة متخصصة بتعدي بعينيها مراقبة على اسم الصيانة، مراقبة على لجنة الهندسة في النادي، بحيث ان احنا نضمن ان حتى مثلا اركان ترابيزة حادة في جنينة الاطفال دي ممكن تعمل مشكلة، اجوال عرضة سايبة في ملعب وبتقع على واحد ممكن تصيبه. فده جزء مهم قوي في المنظومة اللي احنا عاملين ان احنا نعملها. ده الجزء الاولاني اللي هو الجزء الاداري. الجزء الثاني اللي يهمنا ان احنا نعمله وهو البنية التحتية بتاعت النادي وعموما المشاريع الهندسية. كل اعضاء النادي بتئن من مشكلة الركن في النادي. اول نقطة عايزين نعملها ان احنا عايزين نكلف جهة من الجهات المتخصصة في ادارة علم المرور في انها تحط خطة للنادي يبدا تفعيلها فورا. جزء منها الجراج، جراج تحت الارض، مش عايزين اعتقد ان هو محتاج تمويل. هي دي مشكله الجراج في نادي الجزيره الحقيقه، هو محتاج تمويل علشان يتعمل الجراج من تحت الارض او حتى متعدد الطوابق. بالظبط بالظبط. لا هو التمويل جزء اساسي من منظومه الاداره. انا مؤمن ان اعضاء النادي بما فيهم من ناس يعني يملكوا شركات ويملكوا النهارده رؤيه ويعني يحبوا يخشوا في العمل التطوعي، عن طريق هؤلاء احنا نقدر نعمل. يعني احنا عندنا لسه من يومين او يعني خلال هذا العام كان في احد المستثمرين الكبار ساهم بعدة ملايين من الجنيهات علشان يعمل نظام الري لمنطقة الجولف، اتكلفت فوق ال 2 مليون جنيه، ولا طلب حتى اعلان ولا ان احنا نعلن عن اسمه او مؤسسته.
نادي الجزيرة فيه هذه الشخصيات اللي مستعدة تخش وتساهم معنا، بالإضافة لأن في أنشطة ترويجية ممكن تتعمل، حفلات في الملعب الرئيسي للنادي ممكن تدر على النادي مصادر تمويل. فيعني التمويل ما أعتقدش أنه يكون هو المشكلة الرئيسية في نادي الجزيرة. طيب في حاجة يعني سؤال أخير، إحنا وقتنا تقريبا انتهى، لكن أنا هكون حريص على سؤال لكل المترشحين إن شاء الله. من خلال اللي موجود في السي في بتاع حضرتك، أعتقد إن الوقت عندك من ذهب، هل تمتلك الوقت الكافي لكي تكون أو يضاف إلى مهامك عضوية مجلس إدارة نادي الجزيرة وما تبقاش الإدارة من خلال الموبايل أو التليفون؟ أستاذ وائل، حضرتك لمست النقطة الرئيسية في السؤال، ليه أنا دخلت الانتخابات؟ إحنا كلنا في مصر بنعاني من بعض المشاكل اللي بنشوفها حوالينا، وكلنا بنبخل في خدمة في إعطاء جزء من الوقت لخدمة المجتمع اللي إحنا بنشارك وجزء منه. أعتقد إن إحنا كلنا يعني إن شاء الله لازم نخش ونشارك، نشارك بوقتنا، نضحي بجزء من وقتنا، إنما أعتقد دي بقت رسالة كل مصري النهاردة إنه يساهم في تطوير منظومة في بلدنا. يعني دكتور نجيب، احنا بنشكر حضرتك. متشكرين. شكرا ليك. شكرا. أعزائي المشاهدين.